طبعا الحراك السياسي في العاصمة في بغداد ما زال مستمرا على قدم وساق من أجل إخراج رئيس وزراء توافقي حسب الإطار التنسيقي والصدري قح حسب الأغلبية الوطنية التي دعا عليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هنالك خلاف واضح بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي، خاصة بعد الاجتماع في الحنانة يوم أمس، عندما خرج الإطار التنسيقي من الحنانة غرد مقتدى الصدر بأن حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية. بالتالي عندما عاد الإطار التنسيقي إلى بغداد واجتمع مع نور المالكي في منزله قال لا نريد حكومة بدون السيد مقتدى الصدر. هنالك خلاف واضح على العملية السياسية أو على رئيس الوزراء. بالتالي رئيس الجمهورية الآن وقع المرسوم بالنواب الفائزين بهذه الدورة الانتخابية. نعم. ربما سنشهد بعض الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل إخراج رئيس الوزراء. ما زالت المباحثات حتى هنالك سعد السعدي رئيس الهيئة السياسية لعصائب أهل الحق في النجف قال أن الباب ما زال مفتوحا للتفاوضات والتفاهمات السياسية بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري، ولكن في هذه الأيام هنالك انسداد سياسي بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي الذي يريد أن يشترك برئيس وزراء وهو لم يحظى بعدد المقاعد، وحتى هذه اللحظة قال أننا نستطيع أن نشكل رئيس وزراء بتوافقية مع الكرد ومع السنة، الجدل قائم بين الاثنين. أما الآن ربما بعد التاسع من هذا من الشهر القادم ربما ستأخذ أولى جلسات البرلمان بعدما قدم أو وقع رئيس الجمهورية برهم صالح على النواب الفائزين بالدورة الحالية. طيب.